السلام عليكم، مرحبا بكم مع وصفات ألدا الزلف اللون. مرحبا عسون، اليوم نديرو وصفة هذا المطلوع تكون ناجحة 100%. حنديروها يعني حنديروها بدون عجن، بدون دلك، يعني ما تعيوش روحكم، ديروها بالسميد والفرينة، يجي ما شاء الله. واحد الطريقة سهلة مبسطة، أكيد أكيد تعجبكم. باش تنجح معكم بيان شو خليكم لآخر الفيديو باش نعطوكم بدائل وتنجح معكم الوصفة. هنا نبداو بسم الله. أنا واش عندي؟ عندي كأس تاع 220 مليلتر. أنا درت كمية صغيرة، يعني عطاتني زوج خبزات، زوج مطلوعات كيما اللي شتوهم وكانوا كبار ما شاء الله. أنا هنايا عندي سميد متوسط ماشي رقيق، سميد متوسط، زدت عليه ملعقة كبيرة تاع السكر، زدت عليهم ملعقة تاع خميرة الخبز. أنا ما عمرتهاش بزاف، هنا حوالي 8 غرامات تاع خميرة الخبز مع كان الحال شوية سخون عندي، وخلطتهم. يعني عندي السكر والخميرة وهداك السميد، زدت عليهم نفس الكيلة تاع الماء، وزدت عليها يعني كيلة وربع تاع الماء، كاس وربع تاع الماء. هنا الا حبيتو ديرو كمية كبيرة تروحوا حتى لزوج كيسان تاع الماء. انا درت زوج خبزات كما شفتوهم، يعني عندي كيلة كاس تاع الماء وربع، هذا واش عندي. خلطتهم بهاد لو بغاميكسور، يعني ضروري قدكم ما تدركوش. الا عندكم هاد لو بغاميكسور خرجوه خدموا به. الا عندكم ان بلاندور ان اشوار، ليزونسييل هاد المرحله، هاد السميد والماء هما اللي يتعجنوا. هاد هاد لو ميكساج ولا هاد الخلاط اللي درناه بهاد الخلاط هو اللي يعجن لنا السميد تاعنا، ما تحقوش نعجنوه. فوالا شوفوا كي تلحقوا لهاد القوام، هنا واحد زوج دقائق ولا ثلاثه نتوما راكم تميكسيو. ومن بعد كي تشوفوا ترفدوا بهاد لاسباتول، ديجا اللون ديالو يكون تبدل، تشوفوا خيوط خيوط هنا تعرفوا العلك تاع السميد هذاك هو خرج. هاد المرحله نخلوه يتروبوزا يرتاح حوالي 10 دقائق لو طون لي يعني يختمر. شوفوا كيفاش طلعت الخميره دو تويت، ودي غير درنا لوفان. ها شوفوا كيفاش يجي، هنا اختمرت هذاك السميد والماء. هاد المرحله حنزيدوا الفرينه هنا على حساب، يعني هنايا انا اختالي كاس ونص تاع الفرينه، هذا واش خدات لي هاد الكميه. فهاد المرحلة نزيدو الملح، دونك الملح ما تزيدوش من الاول. علاش الملح؟ الملح كي ما ديروش من الاول الخميرة ديالكم تتفاعل فاسيلمون، حتطلع توت شويت ما تطولش معاكم. صح الا درتو الملح يتقلكم التخمر تاع المطلوع ديالكم. فوالا هنا نخلط غير بلا كويير، غير بملعقة، ما دخلتش كاع يدي في بداية الامر. دونك العجينة ديالكم مازالها طرية، اخدمو غير بملعقة. لدون تحسوا خلاص يبدأ تتجانس وتحكم روحها، هنا دخلوا يديكم باش تحسوا بلا بالقوام تاع العجينه. فوالا قلت لكم هنا انا خدالي كاس تاع الفرينه، زدت عليه 2 ملاعق. وهنا العجينه ما لازمش نشفوها بزاف، ما لازمش تجيكم يابسه ولا تجيكم يعني محرحره بزاف، لازم تمكنوا باش نخدموا. دوك تشوفوا القوام ديالها، قلت لكم هنا الكميه عندي كاس ونصف تاع الفرينه، نتوما حسب الفرينه ديالكم. فوالا في هذه المرحله غطيتها ودهنتها غير بقطره تاع الزيت، يعني ما درنا لهاش الزيت باش برك ما تلاصقش في الجوانب. خليتها حوالي 10 دقائق، انا 10 دقائق كانت حاضره معايا العجينه. علاش؟ باسكو اختمرت ديجا لا بروميير فوا، وهذه لا دوزيام فوا التخميره الثانيه، هذه هذا واش ينجح لنا المطلع ديالنا. ثاني قسمتها على زوج دو بار، راكم تشوفوا هذا الخليط اللي درته في هذاك الصحن، خلطت فيه السميد والفرينه دو بريفيرونس، سميد رقيق مع الفرينه. ومن بعد جبت صحن، تقدروا تخدموا بهذا الصحن ولا ديروا غير لو بابي. هذه هي التطبيره الثانيه، ثاني تشوفوا هذه التطبيره تاع لو بابي كويسون، قطعوهم على حساب المطلوع يكونوا هكذا صغار. الا عندكم ثاني هذا لو بابي يعني نخدم به، هذاك لو بابي اللي يجي مع لي في دو بريك، هذوك لي في دو بريك ما ترموهمش، يعني لي يحطوا بين يعني بين ورقه والثانيه يحطوا هاد لي بابي، احتفظوا بهم، خدموا بهم مطلوع، خدموا بهم كسره، كي تخدموا ديسابلي يعاونوكم، يعني مش حيلصقوا لكم في لي بلون دو طرافاي. انا قطعتهم على 2، حليتهم غير بكف اليد، يعني ما تحقوش انا حلال غير هكذا. والبنات اللي يتعلموا بيان سور يقدروا يعاونوا روحهم بالحلال باش يجوهم كاع على شكل واحد. انا كملت، فتحت الخبيزات ديالي حطيتهم على جانب، يعني هنايا ما يديباسيوش يا ربي 8 دقائق يكون معاكم الطاجين سخن. يعني انا ما سحقوش نخمروهم اون اوتغ فوا، نحطوهم برك لو طون يسخن الطاجين باش نغطو عليهم. حنا نوجدو الطاجين ديالنا ونسخنوه. انا جبتها هكداك ترفدوها فاسينو بالصحن ديالها، انا قلبتها، يعني قلبتها على وجهها. البنات اللي ما يقدروش يقلبوا
يحكموا هذاك لو بابي اللي درناه ديريكتومون، يكليسيوها غير بصحن هكذا يحطوها ديريكتومون هي بالبابي ديالها، او رايح تعاونهم ديجا باش يحطوها كيما يقدروا، كي يجوا يقلبوها يقلبوها فاسيلمون بهذاك لو بابي. انا كيما شفت، انا شفت السمك ديالها شويه خشين، زدت بسطتها يعني زدت رققتها، يعني ما تخافوش حتطلع وتتنفخ وتجي الله الله عليها في هذه المرحله. شوفوا جوج تحطوها مع الطاجين تاعكم يكون سخون، ومن بعد كي يسخن نقصوا عليه خلوا النار متوسطه. شوفوا كيفاش، كي تشوفوا هاد المبابل في العجين ديالكم ولا في الخبز ديالكم عرفوا بلي هنا تحت يجيكم خفيف الله الله. وهنا جبت سنيوه حطيتها على هاد الخبزه، هاد السنيوه واش حدير حتعاونها باش تطلع تاني فطله يعني تجيكم خفيفه، وتاني هذيك لا فابور تاع السنيوه كغلقنا عليه ودي غنفوخ تخليها طيب لكم شويه من الفوق، كي تقلبوا على وجهها فيت في طيب هذاك الوجه الثاني. هنا كما راكم تشوفوا انا مانيش طايف طاجين عادي، نطيب في لي دو يعني هنايا يعني كريبيير، هادي شيتها سبيسيال كريبيير، والدوزيام هادي استغليتها هي كيما يقولوا على ولا باش نطيب فيها لي تارت، شي لاباري تاع لي تارت استخدمتها نطيب فيها مطلع. واش نقول لكم يجي بونجا هاد الحمراء يجي ما شاء الله، باسكو فيها لغطة نحط المطلوعة ديالي ونغلق عليها تجي تتنفخ تجي خفيفة طرية. هذه بين قوسين باك سورتو الناس اللي عندهم اندكسيون وما عندهمش الكاز، يعني صراحة الكسرة ولا المطلوع يجي فيهم ناشف، يعني الطياب ديالهم يجي فهمت يجي يبس الحاجة، دونك كنت نعاني. دونك استغلوا هاد لي زاباغي اللي يكونوا عندكم، الا شريتو انكريبيان ما تخلوهاش برك لي كخاب، يعني نعمرنا الدنيا بلي زاباغاي وشنو تلقاو روحكم تخدموا غير بوحده خير. استغلوهم تجي فيهم مطلوع الله الله، يعني صراحه ان انا نخدم بلا كريبيا يجي فيها كلش مليح، نخدم بها مسمن بخرير مطلوع كسره والطياب ديالها ما شاء الله خام لانديكسيون. هذه هي الوصفه تاع اليوم، هي وصفه المطلوع اللي درناه بسميد الفرينه ناجحه 100%، ما دلكناها ما كسرنا راسنا غير بالميكسر. يعني هذا النوع من الوصفات راح يعطي لكم واحد الطاقه واحد القوه واحد الطاقه الايجابيه باش تنوضوا شاك جو تخدموا جوج مطلوعات سخونين الله الله، تشبحوا بهم طاولتكم تفرحوا بها وليداتكم. وفي الاخر نقول لكم ما تنسونيش بلو لايك، لو لايك تاعكم ما رايح فريمون يشجعني ويرفد الفيديو باش يوصل يعني للناس كتر. وملي مازال ما اشتركوش في القناه ديالي كاين بزاف، يعني نشاهد في الاحصائيات كاين بزاف الناس يتشاهد فيديوهات ديالي اي سون با ابوني، يعني نقول لكم فضلا منكم ما تنسونيش بالاشتراك وتفعيل الجرس يصلكم، يعني هذا تشجيع من يعني نقول لكم فضلا وليس امرا. نقول لكم تهلاو في روحكم الى الملتقى ان شاء الله، سلام ارتيم ديلي.